والسلام. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا وسهلا بكم كاملين. هذا البث حاولنا نعجله إن اللي احنا ونظام الفضائح لا معدلين لعبتهم وجيري، واخترت ولانا نفتح البث، نفتح الحساب نعدله منه خربشة مباشرة ولا بقى يقفلوه عقب ذلك. وبالمناسبة ايه تشوف واحدين يكتبوا يقولوا لك الحساب معطر، ولماذا به اللي ذا الحساب ذا اللي يجبروا منه ما يجبرهم الحساب ثاني. هي المسألة بسيطة، الناس تنتقد كاملة يقال كلها ينتقد بطريقته. وفي موريتان الناس لا تتعايط، والناس هم اللي في الخارج لا تتعايط، يقال هم اللي يوجعهم هذا اللي نعدل لهم أنا، وهذا هم ما يبقوا الناس الأخرى. تكتب أنت نفقد والله تحلب تاديت من عربية الخروطي فيها شيء من التلميحات، هم ما مهم عندهم، لا يوجعهم هم ما يقرأ وتركتهم ما يقرأ، هم اللي يوجعهم هذا النوع من الصديف لأنهم ينقال لهم حقيقتهم. السهل قل له حقيقته توف، هذا هو اللي ما يقومهم، وهذا هو اللي مجننهم، وهذا معدل، هاي القزيرة داخلي منها مقاس. لغانهم اللي في النهاية اللي يبردوها على رؤوسهم فيسبوك، أنا ما قد يقلع حسابي نهائيا ما قد، لأن يعدلها نكركر. هذا ما هو محاكم قصر البول وكباين وفي موريتاني، هذا عالم يقيدوا شهر يقيدوا أسبوع وفات عدلها له، وعام الأول فات عدل الرواية ذنبتها وعقبوا مشاو لي رسالة وقالوا لي ديزاكتيفين حسابك باي ميستيك، انه اللي اخلق عن طريق الخطأ. يقال ذا مو مهم،
المهم ان الحساب فيسبوك ذي مونكو بها جنرالات شراويط وتزفطاتي نوت ريبورت عن هذا الحساب الفيسبوك في عوينته يقفلوا قبل نهاية ما يقد قد يقيدوا قد يعدلوا كل شيء. انا ماني في الخلوات، انا في كندا وهذا بلد قانون، وحسابي نين يقفلوا انكركروا في المحاكم لا هم مراد قصر البول وهو اسمه على انه قد تموا تعدلوا له يتعدلوا عليه حمله ويقفلوا ويجيب عذر عقب احمد ذم نهارات ثلاثه قال لا قدر اللي نستراح انا في استراحه محارب ونجمع فيه وضعكم ونجيب ونصبوا فوق راسكم. شفت من يامس وثيقه يتم تداولها يقولوا لك والعبيد الله اعتذر، ها من المعروف في العالم كامل عن هذا اللي ينقالوا الاعترافات اللي منزوعه تحت التعذيب وبالسجن التحكمي عنها بلا قيمة ولا تغيروا من الامر شيئا. هاي روايه معروفه، انت عندك السلطه ولا عندك قانون وقابل وفي مراقة حمار وتقبض رقاج وتبطوا وتعذبوا وتلوثوا لين تقلع منه اعترافات، هذا في النهايه لا يغير من الامر شيئا ولا يعتد به في بلد الله. روايه معروفه. واخذوا حمدها والعبيد الله وعنكم عدلوها الشباب ركيز، وكل واحد قولوا راهم اعتذروا وكلها قال عنه ما تلاهي عليها. هذا هو اللي دائما نقولوا للناس هون، هو دائما نقولوا لهم يقول لك واحد وهذا نظام وكذا ولا تقول قولوهم قولوا انتم هذا اللي نقول انا فمات اياه وتو تفقدوني. الين يكشح واحد منكم عن وجهه ويقول كلمه واحده من اللي نقول انا لين ما يبات في ما خايزه ويتم اكرمكم الله يقبول عداء عالمات كي قط قالوا للشباب في الزويرات عداء عالمات يقبلوهم ويتم يدخلهم في ذكر الرجل عداء عالمات عقب ذاك يمرق له واحد ثاني مخينز راقد الصبيحة عايش بالمال الحرام يقول له اللي تقوله مالك ما تجي تقوله هون، هذا مودي ما هو تفق ريشة، هذا ينقال له قهر الرجال تقبوا رقاج وتحبسوه وتعذبوه وفي النهاية تحاولوا انكم تعدوا رؤسكم أبه وتعدوا رؤسكم عذر عن وراه واعتذر وان الله عدل، هذا ما يغير شيء. رقاج عاقل وهذا معروف في العالم كامل عن هذه حشومة عن إنسان الواي ما هو قايل هو ابتغاء منه ما يعتد به، وهذا معروف في المحاكم في العالم اي رقاش قال رواية ما هي طواعية منه بلا فايدة. وبالمناسبة هذا قانون الرموز الخروطي، السفارات الفن فاتوا كتبوا عنه تقارير ويعرفوا عنه رواية يدور يوحل فيها نظام الفضائح، لانه ذا النظام اللي وقع فيه من الخزو، وهو كيف دائما نقول لكم وهذا اكتشاف شفت من الشباب وصلوا فتبارك الله ليلو نهارين وثلاثة، يكتب لك واحد على الفيس ويقول لك هذه العصابة هي نفت العصابة الله يحجلولي يحجروا لي مسلسل المناهل ذاك اللي فيه واحد هم ما يقرا روايه يدمكيها بطيئه غير ما يفطن لها مونين يفوت لين يوقع فيها. يا جبار بليد الكراه مكتوب عليها الاقتراب ممنوع ويظل يحك راسه ويدمكي الاقنين يفوت يدمكيها ويتمكن من الباب ويحكموا كراه ويزرقوه ويقول له ها الاقتراب ممنوع حتى زال خارج من الشباب ضر. احنا من العشريه واحنا نتعايطوا عليكم. ومن انتخابات الخروط اللي مازال ولد عبد العزيز يقنع الناس اللي قاعد نتفص تصفطات فيه، فنقول لكم عنهم ما بيناتهم فرق، وان رقاش يفصل بيناتهم منافق معلوم النفاق، وتميت الله ساكتين لين عاد الاسبوع الماضي هم اللي واحدين يكتبوا هذا نفس النظام هذه نفس عصابه النظام البائد. هو فاهي هو ما قال النظام بائد، هو مازال مستمر، هو نفس النظام مازال مستمر. هذا الاكتشاف اللي توصلتوا له ولا كي مفكر المناهل دي رواية ما يفطن لها مهنين يفوت يددس فيها. وذا اللي عدلوا مدي الحساب يذكرني بمسلسل اللي هتعودوا تعرفوا كاملي، مسلسل شقيف ذاك هو خالد شقيف تم لا يهز قرن ويبطش في الدمية ويفرقها إلين وخاض لمولانا ذاك المعلوم خالد من خلوات وحاز عليه الفخ فيه، ولين الفخ فيه عقب ذاك عاد دائما ينقص عليه حياته يتم فرحان إلين يذكر هو مات هو العلايات ما تنافعهم شي سوسم بيه متن هالخلة تم يكتر في الناس وتم يطير بين زنين جابر على كم نادم وطعن وطعنه قاتل وعاد اللامة ما رفق في محمل على راس صدرايه في قريتهم يقولوا عليك اللعنة يا خالد. حتى زاد نظام الفضائح الطعنات اللي عدلوا انا ما يعدلهم له حد منكم انتم، انا قتلته في رجولته ما يخالق قاع من عند الراس، هو يتطبع هم شمي جنرالات يشبهوا بالرجال هو ما هم رجال اصلا، رؤساء من الخروطي كلها ما عنده ريحة العقل وكلها ذوك هو مجنون واضح انه لا يتمتع بقواه العقلية، يا قال لا يقبل واحدين يكتبوا له شيء من العربية ويجوه من هك ويزنقموا يقولوا ما يجي هذا يجيه الا هذا. الأنظمة الموريتانية مفتاحها راعي، الأنظمة الموريتانية ما يردها ما هو أخلاقها، واحد سريري يقول له سريري
جاني راجل جرى كريشته من المال الحرام، قولها له وقولها لتركتهم اللي هما تركتهم يعرفوها اللي تركتهم لا كيف هما اللي صاحب الحديث تركتهم عاشوا بالمال الحرام، ومن هما اللي قرا شي قاع يسوى كم قدو قاريه به ويسافروا به ويقعد واحد يقول لك بابا جو وبابا مشى وكذا، لا المال الحرام كامل وهذه حقوق الشعب الموريتاني ولا تسقط بالتقادم، معناها ان دواه نظام ذنبته وضيع وحقير وشي من الفضلات الانظمه من جيل التفليس الى اليوم ما يرد ما هو، هو ما عنده قانون، هو ما عنده محاكم، انت تعبر عن رايك يحبسوك ولا تشوف الشمس ويعذبوك ويقرعوا منك الاعترافات ويقولوا لك رانك اعترفت ورانك كذا، ولا عنده قضاء ولا عنده محاكم، معناها مروايته الوحيده لا ذي، هو يحتقر الناس ويستمد قوتهم وحيقرانيتهم، معناها انكم هم اللي انتم عدلوا لوتوب، هذه هي المعامله بالمثل. اذا تعود عندكم عاقب ذا حكومه ناضجه ورئيس محترم وعنده عقل، ما هو هذا المخيري قد لا عقل له وراه هو وزير العدل ولا كيف وما عنده عقل، حد سمع نهار يتكلم في اخبار القبيله وهم ماسينهم يحاربوا القبليه ويحاربوا كذا وماشي يكرسها لهم، يعرف عنه ملي هو شيباني ما عنده حتى العقل، ويعرف عنه عاد في سن طرح، يعرف عنه يلا ينعف مناصبه ويندار في اخر خال وحبل ويعطى لاولاده وينقال لهم نهايه من نهايات الانظمه السامه، مشو جروا شور محملكم الله فيلاكم وتم قاعدين فيها فمات اياها الى ان عدل لهم ولا ذاك اللي يعدل له خطا انه ملي ذاك القايس قدامه راخي كامل، معناه النظام ذنبته ما يجي ما هو رجاج تم يقبل له معاملته وتعامل تستحمرنا نستحمرك تحقرنا وتوكل ثرواتنا وتشردنا وتحبس اهالينا وتحبس اصدقائنا وتحبس الناس كامل المواطنين وتصادر حرياتهم وتطاردهم في عيشهم والناس خلات غير الحديده ولا تقدر تشرشي ولا تلقاش قد يتكلم على كامل، نقول لك احنا مولينا حقيقتك نقول لك انك سريري نقول لكم ما فيكم واحد وظيفه يستحقها وهذه هي الحقيقه الواقع توه بدون رتوش خالي لا صبوا من الحاشيه لا صار حد ماسي عنه راجل وماسي عن هذا النظام وكذا يقول لهم فماتيا في نواقشوا ويتفقدن ويخلوكم من هذا الفريق، يوقف لك واحد ويقول لك الاخلاق ذي الناس اللي تتكلم عن الاخلاق على فيسبوك هي اخر رجال يتكلم عن الاخلاق وكلها تايم لاين فيسبوك وهو من راسه يكذب ويوقف عليه ذي اللي يقول واحد كامل شفته يتكلم عن الاخلاق تدخل بروفيله ولا قزيرته هو فيسبوك خشه خلاص يامس وهو النامس الاسبوع الماضي والله الشهر السابق ذاك والله العام الماضي تجبره هو من راسه لا ركيت منه ما قط شاف. ثانيا لا تيجوا تعلقوا على اخبار الناس تناصرك وواحد يناصرك كذا، المناصرين في موريتانيا ياسر منهم يناصرك الا ما تلحق قبيلته، معناها ان الرجاج لا يوحل في ذاك لا يفرق عليه الوقت، قولوا لهم حقهم وكبوه عليهم ذاك اللي الله يشكر ذاك الله يعجب ديروهم في قدحه واحده ديروهم بس الله واحد وخلوهم في فمات اياه اللي انت تفاصل ذوابتهم، انا لا يبردكم ذا خالقين واحدين هون الشيخ يخبطوا على فيسبوك ويطبعوا شويه لكن تقدمي العمشه تجبر واحد ماسي انه شاب وانه فاهم تعليمه متكايس وهو من راسه تعبان وشو ونريد وطنا والحريه للجميع والعداله والمساواه وحد يتولى الشان العام ما تقدير حد في شيء ولا ما هم قبيله وعدم الناس كامله عندنا انت اسمي سريري قريب له هو يو خالك مندريش اللي كان خاشي في نقره مندريش الحقيقي اللي كان داير مساحيق عنه شاب تقدمي يظهر لك من نقره هو ومشيش وميسخ جاي ذاك النوع المشوشه اللي يعودوا دائما في الخلوات زمن القياطنه تمنين يجيكم شيش وميسخ واخر من النخال والله واخر من الطرفه بقيه مصيبه الى ودر شويه من كسكس والله شويه من اللحم هذا هو نفس الشيء هو الشباب اللي على فيسبوك معناتهم خلوا لهم ذي الخروط الواحدين فيه منهم عيبوا ودهم مشكر لا تتم اللي تجاوبهم لا تفرقوا فيهم وقتكم العيب صبوه على نظام الفضايح صبوه على الحويكي ما اللي تستحمركم شو ولد داهي هذا المخيل يقدر تعودوا مذكروا عينه في الليل كرطاطياتي ولد داهي عينوه في الليل ديك الساعه راني درت لكم له فيديو اصبح جابت مكلم الميكروفون وقال لهم رئيس الرئيس اكد وشدد وفعل وكذا 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 يا اخي انت قاعد ما تعرف الدنيا منين قيس يا اخي انت ما انت لا خلق البارح صباح سهل حتى عين في الليل والحكومه ولدينا خطط طموح حتى من هما انت مكين لك وقريت تركاتيه خطط طموح تقولها انت ليش معناها ان المدي نوع والداهي لا كيف هو نظام من القاذورات اكرمكم الله نظام الكب ومن الناس اللي خالط لها الجنون والجهل وواحدين خالط لهم ابها ما يخالق يحيطوهم بها المنافقين ويشكوا عنها الواية وفي النهايه تجد عليهم هما كي الحمار وقرفاف
قرفاف قال للحيوانات وما لا يشاقبون هوك فيه حمار ميت، وعقب قال انا قد يقعد متكلم شعل راس لساني وجلبهم. نفس الشيء على ان ولده ينهار ولد فرنسا معاه بطرونه ولد النني معين سفير فرنسا لياك يداوم من قريب، وكان في داكار ما يعرفوا فيه المواطنين ما هو باصليات مين خمر وطاوة 3 أشهر وهم على الحدود يراعوا في نيران اهلهم في روسو سينيغال مش شاور لهم باصليات، وقاموا ملي واحدين ديك الساعة وثمنوهم. خارج واحد ديك الساعة يتكلم بس من الناس المحاصرة في 3 أشهر يكدد فيها الناموس داير بصلات كي رقاع متفافق قبل الميكروفون وقف بين الحال وقال لهم نذمن هاي اللفتة الكريمة من السفارة في دكار، هم بصريات خامرين وهم شاب ذاك من 3 أشهر، ومن السفارة في دكار حولوه شور باري لأنه يدور يتم يداوى هم من قريب وتوف. وهذا الرواية ما يقدر يتكلم عنها هذا الكرطات اللي ياتي ولداه الصغير يطلب بدات تكون فيديو وهو ذيك الساعة يطالب بواحد آخر يعين لياك يداوى، وذيك الساعة يمعن عليه كان وزير عبد العزيز الصحة اللي كان يقول للدول في الخارج يجوا يداوه مولي ثاني، وقلت له مولانا الله ينعت له ذاك من قريب مرض ما اللي هو، وقام شايل جراح واعد اسبانيا قام عبد العزيز وتلب له سفير في مدريد لياك يداوه في ماتيا. وهذه القصه عدها هو فيديو ندور نشروا لكم، وهو ذيك الليله جاي معاه باترون ويحانيه تحت استديو فرانس 24 يحاني لين يطلع يقول الزبيطه اللي عنده لسان يغلط في الحل، ويقول لهم الاسعار وزدنا الاسعار ثم باقي شي ما زدتوه انتم زدتوا الاسعار وانتم زدتوا انت في الريحه، ومولي ثاني حولتوه شو سجن كبير، وهذا كي كريبتو نهار يوم اللي يقول لهم ولا مولي ثاني اليوم ولا قاعد يمس شلون على رايه، ايه قاعد يقول هذا الكلام ونظام يقول هذا الكلام، هذا ما يستحق ما قاعد تم يتبزق على راسه توف ولا ما هو محترم عقول الناس ويعاملها انها كل شيء من الدوام يحبسها ويقول اليوم ما لنا عارفين حاجه ما عن سجننا اليوم ما في رقاش. من رأي كان رقاش يقول هذا الكلام يستحق الاحتراف؟ من رأي كان نظام حابس تركتكم في القوارب وحابسهم في كيف وفي النعمة وفي الزويرة وفي عين بنتيلي وفي كل بلاد موريتانيا ويمرق اليوم ويقول لكم على حباس وما فيهم رقاش؟ هذا معناه شنو؟ هذا معناه انكم دواب وتوف؟ معناه هم لا يقول لكم انكم دواب وهم يقولوا للعالم يحبسوكم انتم ويبطوكم ويقولوا للعالم انهم هم سجون وما فيهم حد؟ يلا ما نفتو ما يستحق ما هو عامل فتو بطريقة تتعامل انداب بنعاملك انا صناك انت قاع ما لك سبة واحدة انت جماد قاع وتصفطاتي الا الوي قد فمات ايام الشيكرة فمات ايام ذاك قصر الخروطي ومعها هذه العصابة تنباليت وكبت والعبد العزيز وتو كلها مطلو صيد وعاد كلها دولة داخل الدولة واللي تكلم يا حبسوا راه وخارج ياسر الناس محبوس ومختطف ما عرفتو علمتو بيه قاع. المهم لبقونا على روسكم ان شاء الله وخالق لا ضرب لا ضرب على المفاصل اللي ما يقدر يلقاه يصبر. شفت واحدين نهار هون يقولوا لك وزير الماليه ملي هو مستاء لانه هذا لك نوع من الاستحمار لان حالنا السيدي وهذا واللي مرزوق يدوروا يصرف لهم شي مفضه وما بيصرف لهم وبالتالي هو لا يملقز قاع وكذا. هذا حد يقوله ما يعرف موريتاني والله مفطح راسه والله ملي لا يدخل قرب طريقه تعبانه. وزير خازن دار تصفطات لك وزير الماليه والمولاي الزين معروف اصلا انه لا يصلح للعاده ولا للعباده وعنه مخيلق ما عنده الكاريزما وتعيس هو جدا، وكان تلميذي ولد جاي كان داير تحت باطه فم والقط عدل من العمليات وسرقه معدل على راسه فمات يا في الوزاره، والترقيات اللي كان يجبر والتعيينات كان يجبرها عن طريق من تداه تصفطات. موريتانيا 5 رويق جاتهم متعارفين معناها ان رقاش لا يزور لكم الحقيقه اليوم ولا يعدل لكم ضرب عقد سنوات بطل من ولد ملايزين ولد ملايزين سياني عنده مليار وقية وراني قدرت لكم فيديو وندور الاول وندور العاشر ذاكرة حتى شاف ويعرف عنه ما يقدر يعود مينستر دي فينانس به اللي ذيك الساعة قاعد في جلسة في تريفز ويقول لهم اصراف من ندور نعود 5 مليارات والله 6 ها ركات ياه يقدر يقولوا مينستر دي فينانس ما يقدر يقولوا ما هو رقاش جاهل جهل مركب ولين يقعد قدام كاميرا قاع والله تلفزه يفقد الوعي ويتم يتكلم من شيء من اللاوعي يقول شيء قاع ما يعرف وش هو. واللي نني هذا والمولاي الزين اللي على الماليه راك هذا توظيفه كامل في العشريه كان جاي عن طريق من تداوى تصفطات لانه عنده بها علاقه ملي هو قبليه وعنده علاقات المناكحات اللي هي المبنيه عليها موريتانيا وتجبر واحد محنط في الوظائف عاد على الواجهه اليوم وشك واحد انه جاي جديد وما هو جاي جديد هو له عشرات السنين في وزاره الماليه وفار من فيران ذيك وزاره الخروط اللي واحد موحول فيها ما هو صارق
العقد يا با ان يصرف شيء هو فعلا ندير واه قط تكلمت لكم عنها مذالي عن فهم صراع بين هذو الحيتان وروسهم هما اللصوص يتضايقوا وزين قاعدين يتموا ودائما يتضايقوا اللي يكتموا يجبروا المعلومات هما لو كانوا على قلب رجل واحد ما يجبر رجاج معلومة واحدة يسوي شنو هي يقير ضيقتهم هي اللي يعودوا معاهم واحدين يتموا واحدين يعطوا معلومات عن الزر الاخر والزر الاخر ما اللي يعطي معلومات عن الطرف الثاني وفي النهاية اللي بينهم هما لا يرفد حيهم الميت ولا يرجع الفايت هذه اللي ضيقة بين كفارته وهذا هو الوسواس اللي يضرك يعود لك واحد انه عنده فتح ربان وعنده معلومات وزي ما في معلومات ليش من اللصوص متضايق يقال زين فرقاش يتم يدقق المعلومات وهالموريتاني كيف قد قلت لكم انا عندي واتساب اعطيه لهم ولا قد انشرت 1% من اللي جينا عليه بيا اللي جينا عليه كامل واضحة فيه التخندقات وذوك واضح فيه واحد لا يجيب لك رواية عنه مستهدى بها واحد ثانية فعلا قلت عود حقا ما اعطي لها دليل هو ما عنده لها دليل وانا دائما نجاوبهم من يعطيني واحد رواية يقول وش فهم انا نعرف انا بنادم سراب يا قير انت ما اعطيتنا دليل الا سرقت وهو يعرف انك تم اللي سرق يا قير مالي لا بد له من ادله مع نلقاش يتكايس هما مطاحنين بيناتهم هو نظام خريف وجنرالات من الشراويط مطاحنين حنمنا ولسيدي رئيس من الخروطي بانين له الخلق قصور في السماء ساكن فيهم فماتي يا بقير تسحاب وماسي عنه قائد جيوش الاتحاد السوفيتي في زمن وهذا الاخر وزير الدفاع ماسي عنه ضركاتيه قائد جيوش المانيا النازيه ذيك الساعه في زمنها وهما كاملين اللي يضحك المضحوك فيهم ما حد قايد شي من المصايب كلها ما عنده ما كان ما يقود ولا يسوق وكانوا سنه كرامكم الله دائما ندير لكم فيديوهات فمات يا حد شافهم كيف علف التمر لا كيف علف النخل اصفر كلها سنه لا شي من علف مراقي تنسق قبل ما المالح ومشاو داروا سنين كاملين ورك عاد يظهر لك واحد منهم انه طفل وكذا لا نفس الكذبه ولا هم قاده خلصوا جنرالات العالم وخلصوهم حتى المعايير العسكره يفتقدوا لها ما فيهم واحد عنده معايير العسكر لا كاريزما لا قوة لا جسم لا قامة لا شيء لأن مصر جاية على تحالفات قبلية وجهوية بنفس الطريقة اللي تعدل بها الوزارات وبنفس الطريقة اللي تتوارث بها المناصب وجمهورية صرقستان من المهدي إلى اللحم فيهم اللي مسألة قلتها لكم قبل سنة ذيك ساعة في أخبار البنك لين قام ذيك الساعة قضية البنك المركزي وقامت أخبار الفضة قلت لكم ذا مو منطقي هذه ذاك الفضة حد شاف ذي المبالغ المهولة يعرف عن ما قابلها ما هو هذا الحيتان واللصوص مروس لا تقدم رأيه كيف تبيبه وواحدين ثانيين راهم حبسوا معاها يقال رواية غريبة ذيك الساعة لين حبست الناس بدل من يتموا يدافعوا عنهم كاملين عاد واحدين يدافعوا عن أولاد الطائع وواحدين يدافعوا عن أحمد طوطو وهي مسيكينة ما رأت حد يدافع عنها لأنها ما وراها جنرال ولا وراها قبيلة ولا وراها رئيس وتو بدلا من يتكلموا ذوك ويقولوا هذه الفضة قاع ما عندنا بها علاقة وهذه سرقة خلقته كذا قبضتها المرأة وعقبة النهاية كاملة تعرف الموريتان ما فيها قضية عادلة ويعرفون هذا اللي ينقال له رقاج يعود ذميمي وهذا من الخوف اللي نقعهم فيه مولان وهو اللي لاهي يعقب يتم أنظمة الفضايا حاكمة عناق منين كلها ينقال له هذا قبل كلها رواية يعرف انه ما وهو يقال يديرها على رقاج ذنبه وما مقادين يمدوا الصبع في نظام الفضائح لين عقب ولا طرطق المادة كاملة تصوروا لي 900,000 أورو تدخل لبنيك المركزي وتمرق منه بدلا من كانت مدخلة بطاقة 500 أورو توخل منه بطاقة 100 و200 انظر كان هذا قد عدلوا معي الله يقد يعدوا رقاشين والله ثلاثة هذا ما قد يعدوا ما محافظ البنك والرئيس وعيال الرئيس والوزير وقائد الأركان هذا كانت إياها نوع من السرقة ما يقدر يعدل موهومة 900,000,000 أورو تدخل من ورقة 500 وتمرق من فمات إياها بورقة 100 و200 هذا تبييض أموال واضح ومعدل مدي عيني عينك وبكل وقاح وعقبت في النهاية ذي المبالغ الطائلة اللي عقبت عادت أكثر من 3 مليارات إلى ضرب مات لحد شاد أخبارها وفات الأخبار كل قاموا سماسي دي تعايطوا وانطرسوا أولادهم وقام واحدين ثانيين يتعايطوا ودعمهم ذيك الساعة سارق الطينطان ومطلاس أحمد طوطو وقالت المرأة بما أنها هي الحلقة الأضعف المرأة هي ما زالت محبوسة وفيهم اللي مسألة ثانية تعكس وضاعة الإنقال للقضاة ووضاعة القضاء سبحان الله ماشي شيء بقسر ها
هذه مادة طاقة اللي نشر والناس حد شاف كلام القضاة فيها يقولوا للنظام الفضائي حنوا قاع ذيك المعلومات، لكن اللي يبقي يحجم منها يحجبه، يعرف عنهم ما هم قضاة ويعرف عنهم اللي هم ذي العمل العدل إريخة من عمل اللصوص قاعد يسرقوا الفضة وكم بات على واحدين ثانيين إبرية. اللي قاضي عنده الأدلة كاملة وشاف ذا النهب وذا فر يقبض ويمشي رسالة تحت الكواليس يمشيها للرئاسة اللي يعطيه الحسمة إن شاء الله، وهم راهم يقولوا لهم إن القضاء مستقل، وكل مرة يفضحهم مولانا احنا اجبرنا هذا وهذا الناس المتورطة في ذرائعه وفي وظائف سامية وكذا، خلصوا انتم ذاك اللي تبقوا تقبضوا منها وخلصوا ذاك اللي تبقوا تمحوا. وعقب تأتي أخبارها قبلوا أكباس فداء من المخالق اللي لا بواكية لهم، وتوفوا ذوك الاخرين خلوهم وظائفهم الله عينهم وتوفوا. هذا قاع ما هو شعب مهم اللي يدور ينساه قاع ولا ترى مهم، وهذا واللي هذا كل مرة يكشفوا. هذا هو خلق 2013 اللي راكم شفتوهم والي الجيش ذيك الساعة تصفطاتي ذيك الساعة قاعد فم يقول لهم نوت ريبورت يمورها للموميسات وقاعد على تليفون وهاي جاية ولا تشوف باب كبير عليه إيتا ماجور دي فورس زارمي. وعقبة ثم اللي ذيك الساعة المحاسب قال عنه جايته تعليمات عليا، واضحة أنها تعليمات ذيك الساعة جاية من عبد العزيز والله من تصفطاتي، لأن هذه هي مباراة العشرين ذا كان رئيس، والكب اللي معاه هو الرئيس الثاني هو الرجل الثاني في العشرين هذا ما قدر قاش ينكروا منه، وخاصة المنافقين لا يفصلوا هو صاحبه ميتان لا بد لهم يقوم فيها بير فار والله بير قجة والله انصلدا ويقبضهم قاصر الأيام يحبسهم على صاحبهم ويعسلهم يرد الأموال اللي قابلين ودول مازالوا جروا كريشاتهم وراك دائري جنرالات ينقص الخطيطات عنهم ويحبسهم فم وسنينات الخالوات الدائري يقلعهم ويوخرهم في الساحات العامة قدام الناس. هذا ليه ما يخلق مرتهم لا يتعود دوله ولا يتعود صالح السيس وشنه لا يتم ذي التخندق اللي هو واحد بارك وراء جنرال وراء قبيلة واحد بارك وراء وزير وكل وزير عنده مدونين خاصين به وكل رجل أعمال عنده مدونين خاصين به وعنده صحافة خاصة به. وهذا هو الاستنساخ اللي كان خالق من ذيك الساعة ورق ما خالق جنرال ما عنده مدونين ولا خالق وزير ما عنده مدونين وعنده صحافة من صحافة الحواضر. وهذا انتم تعرفوا كامل له دارك الدنيا تخلصوا فيسبوك واضح واضحين المدونين اللي صفقوا الجنرالات والمدونين اللي صفقوا السيدة الأولى وصفقوا التصفطاتي والصحافة اللي هم اللي واحدة فيها لا تمجيدهم. هذا حد شافه يعرف عن هذا الخروط اللي موحول فيه أنه مكشوف، ويعرفهم اللي عن تقارير محكمة الحسابات يتكلم عنها اللي رقاج ما هو فاهم القضية والله رقاج مكسور أيام وتولى يستحمر الناس. محكمة الحسابات دار عليها تصفطات ذاك النهار واحد من الناس المتهمة هي عنده بها علاقة مناكحاتية وبالتالي ماتت. اليوم ما يقدر رقاج يتكلم عنها عويلي لتوف محكمة الحسابات ضحى الناس اللي دايرة هي تقارير لهم لصوص وعين واحد على سنين وعين واحدين ثانيين وزراء وذا اللي مديول عليها ضرك في تقاريرها يامس مطارة ندار عليها اليوم معناها انها انكتلت معناها ما تقدر تتكلم عنها مورقاش مكسورية. يقول لك التقارير محكمة الحسابات وين تقارير 2019 و 2020 و 2021 والسابق ذاك يقال هذا كان دور مازالوا جوه واحدين يوقفوه بنفس الطريقة اللي خاط بها هذه الوثيقة وخاط بها الخازن اللي سابقها في العشرية. وسبحان الله هذا النوع من الناس يكشفوا مولانا وتوف على ان الواقع واضح ولا يعمى عنه ما هو منافق معلوم النفاق والله رجاش يدور وظيفه من وظائفه كلوس الاسعار ما اللي هي كارثه ما نقدر نوفر الخربشه ما تكلمنا عنها الناس خلعت ويبرهم وهو تصف هذا الكرطاطيات اللي قاعد نهار فرنسا كانت تقول لهم الاسعار ارتفعت عالميا. وهذه الروايه راني دائما نشوف واحدين فهم يقولوا لهم الكلاب الأطراش يشوف الكلاب يلهتوشك عنهم ينبحوا يقوم ينبح ويقول لهم الأسعار صار مرتفعة عالميا وخالق كذا وخالق كذا ويعدلوا هالهم واحدين في الخارج يدخلوا لهم بها قرون ينافقوا لهم بها بسيطة. وهاولي احنا لا يخلوا عنا الأسعار قاع السلع للجمل المرقب من شوار العالم لا يخلوها من دراي كان الحوت تستورد موريتانيا من دولة أجنبية من دراي كان الحمل لا اللحم هذا العادي كانت تستورد موريتانيا من دولة أجنبية هذه ولا على حد ما قد يهون المواطنين الحوت اللي هم قاعدين على حاشية المحيط الأطلسي وعندهم شواطئ من أغنى الشواطئ في العالم ما هو لا يهون رواية ثانية تنجا في الباخرات وتنجا من دول ذان. أنتم نوع وضعكم وخزوكم ما هو فايت على رقص يا
القاش ما يقد يشري زقلانة عاد لها حبات من مار وقاعد على حاشة المحيط. والحوت انباع لتراك وسرقوه وانباع للصين وسرقته وانباع للاتحاد الأوروبي وسرقته واتفاقيات النهب فتنشرت لكم عنها وثائق من ما قبل الاستقلال. على الاتحاد الأوروبي يعطيهم مبالغ زهيدة ويقبل هو قيمة مليار من السرقة ومن الصيد اللي ما هو مرخص. هو الحوت عادي يجي اللي هو عاتل الأسعار مرتفعة عالميا الحوت هانكم تستوردوه. ومنين هي فوضى الصيد؟ ومنين هي عائدات الذهب؟ ومنين هي عائدات القارب المطرطق من, 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 من سابق الاستقلال؟ الى دركات اياها والجبال وقلب القاين فراق عاد في بلو فونس عادوا يجهروا تحت كان قلب فراق نتكل رحال وتيو كاتورز وتزاديت وهي اسمها كديت الجلده فراق كامل والمهوده ذيك عاد لايتها فراق 60 كيلو تل الزويره قلابه كامله رحلت ارتفدت بكلاب ديارها. يا الناس قولوا فالله خليت والمواطن مازال قاعد ونهار ورا نهار وسنه ورا سنه يعود اكثر فقر واكثر تفرعه من مار. وهو الجبال مشي الحديد مشي الجبال رحلة ومشيات في القوار والذهب قلب مقرين قجوجت انقلع فيهم الذهب والفيهم النحاس وفوق قد بعض وجبروا لها السموم وراء وتازيازة رفضت ينشيري كامل رحلت ودارت بالبستم والبترول فات وجاو شرايك ووخلوه ووخلوه منه ذاك المخلين وضروا الغاز وذا كامل ولا جبال عاد لقام بعض انتم مقاصر ايام انا قاعد اسمع هذا وكانت المنافقين يقول لك والاسعار مرتفعه عالميا نقول لهم احنا قاعد ما ندروا شيء عالميا يعطونا ذا الحوتنا نحن ذا يعطوه لنا اقرضونا في حوتنا هذا تم ولكن مالي ما رجنوا من ذا الحوت الليل والنهار ودورة صحة الناس كامل وحضرونا في عائدات ثرواتنا اللي نبيعوا احنا النصارى قاعد ما ندروا شيء جينا من عندهم ثرواتنا احنا نبيعوا لهم حضرونا فيه مشاكل موريتانيا يا قوم مشاكل اقتصادية بحتة وحلها بسيط عنها يجيب لها مولانا في يوم من الايام مواطن صالح ودور يجبر الاجر عنه هم صلاحهم ما دونوش لا تراعوا فيهم من النفاق والمعلقات والفيافي والجنرال الفلاني ذا الين تقوم لا بيتارا لا بيتارا في بلاد من واكشوط ما تشوفوا جنرال ولا تشوفوا كرودا او جنرالات اللي لا كلهم كي خماد لا كلهم يسموا خيار ويقبلوا طنطا ويخيطوها ويعلقوا فيها شي من بات بوخ زايم وشي من فيفو وشي من خرم جدج ويخبطوها ويديروا له قعر بريقه فوق راسه تو ينقال لك هذا جن هذا قاعد يسموهم بالقبائل اذا جنرال فلاني ما تشوفوا جنرال ولا تشوفوا صندر يسوه منه هذا اللي الخلط يتراعوا فيه ويقول المنافقين هم اللي كلها يطبع حراف الطبلو يقول لك ذا عاد رئيس قاعد يسوه منه رانا موريتان ما صالح لها ما واللي ما نافعها موذ يعني هي ما عندها ديمقراطيه ولا عندها عندها الجينه عليها شيباني مكوفر من المهد الى اللحد مكفل بوكيلو بشرابه وما اللي هو وبعيشته ولا هو مالك فيه ما هو تزوير اراده شعب قاع يمشي انه لا يصوت ومشي هذا التصويت لا الخرطه ما عندكم اليات تصويت ولا عندكم اليات ديمقراطيه ولا عندكم اليات احزاب على ما نافعها ما هو نهار يمرق لها والحامضة البن من واحد من هذا صنادرة من واحد من هذا كورات ويقيم فيها الكبسول واللي مات الله لا يرحمه يقال اللي يحيى تعود رواية حقيقية وقطعة حقيقية ما هي اللي فات جات والعالم يدور يقعد معاكم العالم يعرف عن الحاكم الموريتاني يعرفوا انه ما فيه حد منتخب السفارات اليوم تكتب تقارير يومية يعرفوا عن القمع وانتي بالريحة والصابعة من اللصوص وتبيض الأموال والخزو ناقعين فيه يقال ما نافع ما يحال العالم ما هو لا يقول لك هو لا بدا انقلاب العالم الفوق الفوق يقول الانقلابات ما هي علاقه الانقلابات في الدول فيها مؤسسات ملاحة حمار في موريتانيا ما فيها مؤسسات العالم ما يقدر يقول هذا نظام ما هو شرعي بيد الحاكم ما هو شرعي ولا عبد العزيز السابق ما هو شرعي ولا الطايع ما هو شرعي وكله يفسخ تاني ويلبس دراعة وتوزع النقيش من المنافقين ويفتح بيتيق قال له سيني ويدير عليه شيباني مكوفر فارق من عام قوم مقعد وتوفي تملا نجحنا كانوا ينجحوا لها 99% و98% وعقب ذلك موتون عادي تو 54 55 52 وتو ويأخذ شيباني مكوفر ويطرح قدامه ميكروفون مع اللصوص اللي معه شغلة هذا لك يا أخبار الحقوق عند بيتي والمحبين شفتوا ياسف عينه للطائر يقول لهم نحن نجو
اللي ما شافت الدوري يجونا احنا ونشوفه. الله يا اخي يعطيك عم بيل اللي عنده لا عين واحده وبيعود. انتم مالكم تشوفوا شيء، انتم الزويلات ما شفتوهم. انت ما شفت الناس اللي كانوا يحكوا بوذنك في نواكشوط، راهي مأساتهم مأسات متواصله غير قد تيفيري. اللي دوروا لا هواء ما شفتهم. وقال لهم جاي نراك هو يراك شاد لا اخبار اللي دور بيران واللي دور النظام اخبار العبودي. الله يا خي يعطيك عمل بيلا راجي لك من عند مولان. وجاي معايا وفد هون كذا ذيك 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 كرشه ولا عندها علاقه بحقوق الانسان مسكتين بها واحدين من الحقوقيين. واحدين رامي الدواو في الخارج ومرقين لهم خلاصات من من من, من ذاك البيت اللي تراعوا فيه. وواحدين نشطاء ما تشوفوهم راهم في ذاك البيت. الان هذا ما فيه ما فيه ما فيه ما فيه ما, ما حاصل منه شيء. وتوفوا ذي الخربشه لهن وفوهم وان شاء الله هو ندور نعدلوا خربشه الثانيين والضرب يتم وتواصل وتوف. دور يعرفوا عن هذا ما ما ينفع فيه ذي. فيسبوك انا ما يقدر يقفل حسابي. وذا اللي خايفين منه ناهي تم نصبوا لكم فضنيكم يسوى قاع مني. وتو نختار نذكر الشباب انهم هما يخافوا منه ذا النوع من الاساليب لانه هما ركيكي وزي ما هذا النوع من الاساليب. يا رجاج ما احترمك لا, لا تحترم. والمهاب ركوبك لا تهاب تنكاس به. مدد ما هي مخليتك تعيش وما على عليك كل شوية تتكلم تحبسك وتحبسك وتقول للعالم ان هي ما هي حابسة حد. وزير عدل محنط مكوفر لا يتمتع بقواه العقلية والبية مقدس على شمل خروطي وتفاهمات موريتانية الأعماء اللي وحدين تندالهم هالة من القداسة ما أساسات على الباش ترتيب. قال لك يا ربي وللصالحين من ترى حمار لا تركبوا أركبوا بعد ورفقوا لي وبرم صيقانك بالذرفان وعود له شعرانا لين يعرف عنه موضوع الصالحين الأول بعرف واحدة يعرف عن حد حقوق الحقوق الناس حد كان حقوقك يسوى وشنه ما يقدر يزبي كنت زبوت ذي الليل في هذه ترابو. خلوكم من هذا واللي فلان وذاك شيخ وذاك هذا مو مهم. رجاش كان حقوق الناس يسوى هو واللي من قولوا له سويد انه تبصقوا في عين. والكلمة التالية هي الأولى تطرحوه. ورجاش ما كان حقوقنا وسلك راسه وطهر مصارين من المال العام ومن الحقوق ما ساميها رجاش. وتذكروا عن هذول الناس عندهم ثروات من المال الحرام من أموالكم انتم وعن تركتهم وملي عن تركتهم عندهم جزء في هذا اللي رجاش كاش حرام وحنك به ومازال يوكلوا لا ومازال يعين ركات اياها بهن بيو كان في وظيفه ما اللي هو ذاك وارثها على واحد اخر. هذا ما اللي ما يلا تخلوه بذي الحال وراهم ما اللي فما حد يضرك يدخلوا قرون يقول لك واحد هذه ابوها كان وزير شنو ذنبها هي؟ ذنبها اللي كانت وذا ما زالت توكل ضرك وذا اللي قرات به وذا اللي تسافر به وهذا اللي ما زال عندها ضرك ومعين ضرك ليش؟ معينة لا عليه هو معناه انه احنا ما مرقنا اطار بيه هي الله بو هو انا لقاه يطرح باله ذاك. وتوف فيه رواية شفتها يا امس شفت نادي النخلة حضر ناقوس الخطر. ناقوس الخطر ظهر لي ولا عن حد لا يدق ويعود دق بظل ودق ودقوا بها عامله من بداية مشي تصفطات. يقال أن تصل متأخرا خيرا من أن لا تصل. ما أنا ينقجر معاهم ضركات إياها بما أن الرواية كاملة لا تضرب نظام الفضائح ويسوى قاع ملاها ما يلحق عنده من أن يستيروه بهم خلوه. وزعوا برقالكم وزعوا زريكم يا قازين فيكم وتموا ماصلين ضرب. وسبحان الله الناس بدأت تقفز من السفينة وتوف. الإسلاميين عندهم رواية نعترفوا لهم بها دائما هم الأولين يرصفهم السفينة التي تقرق في موريتانيا. هذه الرواية طرحوا لها بالكم ذا اللي واقع في موريتانيا هي السفينة بدأت تغرق وخارج شي من الناس فوقها والناس ما يسياني فيها شي عنده رؤية واضحة شي عنده رؤية مشوشة وحدين ما هم فاهمين شي قاع تقرب السفينة وتعطي اسبوع فوق على البحر ويخملوا ما باتوا علموا قاع ان السفينة قربت قاع ياس المنافقين ما زال يصفقوا بايديهم كاعين هو ما زال فطروا ان السفينة ذاك هي بدأت تغرق تايتانيك قوسي ذاك هي بدأت تقرق وذاك خريف الخروط اللي كانوا معدلين معاهم وفات لقاهم كاملين عرفوا عنه لا مات في صيفته ذيك وذاك يدوروا يحجزوا مكانهم فيما بعد التصفطات. وتوف مرحبا بهم ضركات اياها تم وجيبوا الزريق ووزعوا منشوراتكم ودقوا ناقوس الخطر ولا قال شي ما دقيتوا. يا خير ما اللي نختار نقول للشعب الموريتاني عنه يطرح باله راسه وعنه ما اللي خالق ياسر من الاحزاب وخالق ياسر من الطوابل وما اللي هو لا ما متباعد معاه وانت الفضائح ومرحله معينه يرصف عن واحدين منهم اللي تقلق سفينتهم يعقل يظهر من جديد ويحكم ريد البارتاتهم
من وراهم. وتوف على أن رجاجة طرح بال وذاك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.